لقد طلعت على كتاب الحديث للسنة الثالثة المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يخالف بين المسلمين فاحذروه. السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة فعقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن السجود لآدم، فهو عدو للبشر إلى آخره، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ هذا في خلاف العلماء معروف، بعضهم قال إنه من الملائكة ثم قلد ولعن، وبعض اهل العلم قال انه من الجن، وان الطائفه التي كان منها هو جن، ولهذا قال جل وعلا الذي كان من الجن فشق عن ربه، فبين سبحانه كان من الجن، والجن هم المعروفون هم الثقل الثاني، قال بعض اهل العلم وهو ابوهم، كما ان ادم هو ابو الانس فهو ابو الجن، وفيهم الشياطين وهم المرده، ولكن قال بعض اهل العلم ان الجن طائفه من الملائكه قال لهم جن، لانه استجنوا استفوا فقيل لهم جن وهم من الملائكه، والقول لا مشهوران، ولكن جماعه من المحققين يرجحون ان الجن غير الملائكه، وانه كان مع الملائكه يصلي معهم ويتعبد معهم، فلم فعمه الامر، فلما ابى وفساق وتكبر لعن وطرد دعوه الله، وصار من ذريته الشياطين وجن، منهم المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافر، كما قال رضوان من الصالحون ومنا دون ذلك. نعم. واخر يقول قوم الجن ولا من الملائكه؟ قول المشهور العلماء مشهور انه من الملائكه، وانه طرد لما استكبر، وان الجن طائفه من الملائكه يقال لهم جن، وقال اخرون لا جن هم الثقل الثاني معروفون، يعني قال الله فيهم وخلقت الجن والانس ليعبدون، وأن ليسوا من الملائكة، وأن الملائكة خلقوا من النور، والجن خلقوا من النار كما قال تعالى والجن خلق له من مارج من نار، قال أنا خير من خلقته من نار وخلقه من طين، فهو ليس من الملائكة، في العنصر عنصر الملائكة من النور وعنصره من النار، فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقة، ولكنه كان معهم، فلما أمر بالسجود لم يسجد وتكبر وعصى فطرده الله وبعده ولعنه، ولهذا اختارها لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا إنه من الجن وهو أبوهم خلقه الله من نار من النار وليس من الملائكة، ولكنه كان معهم في السماء كان يتعبد، فلما استكبر طرد ولعن.